من ردود الفعل التي أثارها قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن توريد الأسلحة للمعارضة في سوريا، حيث اعتبرت سوريا أن هذا القرار يفضح زيف ادعاءات الاتحاد وعرقلته للجهود الدولية الرامية للمساهمة في تحقيق تسوية سياسية للأزمة في سوريا عبر الحوار بين السوريين وبقيادة سورية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين أن القرار المذكور يكشف الغطاء بوضوح عن النفاق السياسي الذي تمارسه فرنسا وبريطانيا اللتان تزعمان حرصهما على مصلحة الشعب السوري، بينما تقومان بالضغط داخل الاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذ قرارات بتجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا من جهة، وبإمداد الإرهابيين بالسلاح من جهة أخرى. لافتا إلى أن تبني الاتحاد الأوروبي لسياسات هاتين الدولتين اللتين تحاولان استرجاع أحلام استعمارهما لدول المنطقة هو حلقة جديدة تؤكد استمرار هذه الدول في فرض سياساتها التخريبية والمعادية للشعب السوري. وأضاف الناطق إن انسياق الاتحاد الأوروبي لسياسات بعض أعضائه في دعم تنظيم جبهة النصرة يثير تساؤلات جدية حول سياسة الاتحاد في مكافحة الإرهاب. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن بعض الخطوات التي تدعمها الولايات المتحدة وفرنسا ترمي إلى تقويض المؤتمر الدولي المرتقب حول سوريا، واعتبر لافروف أن مثل هذه الأعمال ترمي بشكل متعمد أو غير متعمد إلى إفشال فكرة عقد المؤتمر، واصفا القرار الأخير الذي تبناه الاتحاد الأوروبي بتوريد الأسلحة إلى المعارضين في سوريا بغير الشرعي والمخالف للقانون الدولي. رئاسة